القصريات اللي كنت صورت لكم هنايا في اش ماركت، وبزاف البنات اللي كانوا سولوني عليهم شي حاجه زوينه يا الاخوات هادو، هما عاودوا جابوهم هنايا في اش ماركت اللي بغاتهم، هما جابوهم وجابوا كميه كبيره البنات شي حاجه اللي واعره هنايا في اش ماركت. دائما كتسولوني كتقول لي اسماء اشمن مغازا كتقدي منها، انا البنات دائما تنقول لكم كنتقدا من اش ماركت، اش ماركت هو اللي كنتقدا منه ومن ليدل، ولكن بلوس اش ماركت البنات ها انتم شوفوا لي التقديه ديالتي، ومازال بغيتكم اسماء ما كملاتش. هذه احسن ورقه جربت البريوات السيجار، شي حاجه زوينه يا البنات، واعره 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 هذه الورقه هذه، ولكن ديال القليان ماشي ديال الفران، كنصحكم البنات غير القليان. شوفوا البنات الزبده دايرين ليها لا بروموسيون ان يورو، مازال ما غاديش تبيري ما، شوفوا يا البنات مازال حتى لو 22 وان يورو يا اختي هنايا في اش ماركت. اللي خاصها شي ريشو ها هو كاين اختي في اش ماركت، هذا البنات طيبي به هذوك المرامط الكبار الاعراس المناسبات، هذا ينفعك، ها هو البنات كبير حاطينه هنايا في اش ماركت 29 و 99 البنات، هذا راه فريمون ينفعك اختي المناسبات الاعراس المرامط الكبار ديال الدجاج محمر اللحم في البرقوق، عرفتوا البنات شي حاجه اللي زوينه، اي حاجه بغيتي طيبيها فيها كطيبيها فيها. بالنسبه للبطاطا والبصله عندهم هنايا في اش ماركت رخيصه على بلايص فرا، البنات راه لقيتها 6 اورو 7 اورو بلايص فرا 3 اورو و99، 5 كيلو شي حاجه زوينه، انا دائما تناخذها من اش ماركت هنايا البنات 5 كيلو البصله والبطاطا، يعني الثمن ديالها جاني رخيص، كوكور ديال 6 ايترو 6 لتر 25.99 اينوكس البنات، شي حاجه زوينه هيا اختي هنايا في اش ماركت، كوكوط شي حاجه اللي واعره يا البنات 6 ايترو فيها. الملوي هذا البنات قلتها لكم المره اللي فاتت، قلت لكم غناخذو غنجربو، واعر يا البنات، اللي خدامه واللي ما قداش اختي دير الملوي في دارها الله غالب، ولا مريضه الله يشافيها، تاخذ اختي هنايا من اش ماركت شي حاجه اللي زوينه البنات، راه كيجي غير عجينه وانتي كتعاودي ليه الطياب، واعر يا البنات زوين صراحه، بنين بنين ناتشورال، اورو و45 فيها البنات هادو، هاد الملوي هذا فيه 5 فيه 5. السلام عليكم الغزالات، كديري لاباس عليكم، اخباركم اموركم هانيه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. والبنات جيت اليوم لاش ماركت وفي ما مشيت كنديكم معايا راكم عارفين خصكم اسماء، عندي شحال هادي ما صورت لكم هنايا في اش ماركت، وبزاف البنات كيخلوا لي دائما تعليق اسماء عافاك سيري لنا لاش ماركت وصوري لنا. البنات اللي غادي يسولوني هذا في فرنسا بون، البنات هنايا فين كنتقدا دائما خصكم اسماء ها فين كتقدا، ها هو اختي جرى الشريو ديالي، ولكن يا اختي ما يمكنش نجي لاش ماركت وما نصورش لكم، عرفتوا البنات الصراحة بزاف د الحوايج اللي كناخذهم منه فريمون زعما رخاص، والاخوات غادي نخلي لكم ان شاء الله لادريس صندوق الوصف، والبنات اللي هنا في فرنسا اللي حداها اش ماركت، حيت انايا دائما فيما كنصور لكم كاين بزاف د الاخوات كيقول لك راه ما حداياش اش ماركت، وكاين اللي حداها اش ماركت، البنات راه فريمون عندهم هذاك الشيء يعني بحال هكا كيكونوا اثمنه يعني ريزونابل، فهمتوا الاخوات كيديروا لي بروموسيون. شوف البنات هذا فينف سان جورج في 94، هنايا على الدخله تيديروا دائما بحال هكا تيحطوا لي كاطو لي بروموسيون، بحال هنايا دابا حاطين هاد الكاطو هذا دير ليه لا بروموسيون ديال بوم ناقص 30% موان 30%، شوف البنات الثمن ديالو دير لي اورو 99 ناقص 30% هذا ديال التفاح زوين، هذاك تخديته واحد المره عجبهم الوليدات. بون اول حاجه بعدا كاين كنرحب بالناس اللي عاد انضموا للقناه جداد، كنقول لكم مرحبا الف مرحبا دائما، الناس حتى من القدام حتى هما تنقول لكم مرحبا الف مرحبا حتى هما باش ما يتقلقوش عليا، حيت هاد الايامات الحمد لله دخلوا الناس بزاف جداد، والحمد لله يعني القناه ديالي راكم شفتوا كلشي البنات اللي راهم معايا من شحال هادي، يعني قناة محترمة زعما اللي كنبارطاجي معكم هكا لي بون بلون تخفيضات هميزات، دابا راه معروفة خصكم أسماء بالهميزات. بون كيما كتشوفوا الأخوات حاطين هادو ديال هاد لي دونات هادو بحال لي دونات هكا كيكونوا دايرين ديال الكوك، هادو ديال الكوك الأخوات، وكاينين هادو ديال الفخاز شتو، هادو ديال الفخاز وهادو ديال الكوك ديري ليهم 2 اورو و39، هنايا هذا صراحه ناخذ منه واحد حيت كيعجبهم وليداتي كيموتوا على هذا زوين، هذا البنات هذا الكاطو ديال الشوكولا 2 اورو و79 دير ليه 2.79 فيها 8 فيها 8، كاين هذا الخبز هذا مربع بحال هكا ديري ليه ديال لي ساندويتش ديري ليه اورو و49. شوف الاخوات بون دائما هنايا على الدخله ديال اش ماركت تيحطوا لكم هاد لي ميني ميني برجر اللي ما قدرتش زعما تصايبهم هكا في الدار، وانا بعض المرات كنصايبهم في الدار البنات، وبعض المرات كنشريهم بحال هكا واجدين، كتكون عندك هكا واحد انيفيرسير ولا حفله ولا شي حاجه كتعمريهم زوينين زوينين، راه ما فيهم حتى شي حاجه
فريمون راه خديتهم هنايا وقريتهم ما فيهم حتى شي حاجه زعما هذا ما فيهم زعما شي حاجه ديال الكحول ولا هذا البنات شي حاجه اللي زوينه. الثمن ديالهم 2 أورو و29. عرفتوا هنايا ما دايرينش شحال من وحده، والمره اللي فاتت فاش كنت خديتهم بغيت نحسبهم ونسيت البنات والله في ما كان نجي كنقول لكم ما عرفتش شحال من وحده فيهم. حاطين عاوتاني هذا الخبز هذا ديال بيتزا، كديروا به بيتزا هذا تقدري تعمريه وديري فيه ديري بيتزا زوين هذا شحال البنات، تعمريهم من الفوق وديرهم على شكل بيتزا 1 أورو و39. بون ديهم نجربهم نشوف كيفاش غادي يصدقوا ليا انا. منها قال لي هذاك اللي قال لي منها حجه ومنها زياره، منها كنتقدم ومنها تنبارطاجي معكم حتى نتوما تشوفوا هكا شنو كاين. دونك البنات 2 أورو و59 هذا الخبز زوين ديال لي ساندويتش كناخذوا للدراري صراحه كندير لهم فيه ساندويتش بحال الشكل ديال الكباب الشاورما كيجي زوين زوين البنات. فيه 10 في 10 ب 2 أورو و50 هذا الخبز ديال لي ساندويتش. ما تنساوش ليا الحبيبات ديالي واحد جام اختهم اسماء في الممشات كديكم معاها، يعني دائما كنبغي نبارطاجي معكم شي حاجه اللي تعجبكم عي واحد اللايك الحبيبه ديالي ما تنساياش ليا، يعني نتوما اللي قلتوا لي اسماء مره فكرينا كنبقاو تابعين مع الهميزات وكنساو لك اللايك. كاين عاوتاني هادو ديال بحال هكا لي بودواغ ديال هذا ديال الكاطو، هادو على حسب هاد الكاطو هذا شتو البنات باتيسخي كاطو ديال باتيسخي زوينين. انا كنت خديتهم واحد المره استعملتهم في تيراميسو زوينين جاوني البنات غزالين 2 أورو و99 داير ليهم 2 أورو و99. وكاين هاد الحلوه هادي اللي زوينه زوينه انا راجلي كتعجبو ديال الكوك، عرفتو في الما كنجي كندي منها وحده كتعجبو بزاف هادي زوينه فيها الكوك وفيها الشكلاط شو، وبعض المرات كتكون غير ديال الكوك هايا هادي كتكون بعض المرات غير ديال الكوك، يمكن غادي ندي هادي ديال الكوك هو كتعجبو هادي ديال الكوك ديهم بجوج زوينين. كاين عاوتاني هاد لي كريب هادو 2 أورو 09 وحنا كنصايبو الكاطو هكا مره في الدار ومره هاد الدراري تيبغيو هادشي، يعني كتكوني ما مصايباش هكا الحلوه في الدار ولا هكا الكيك ديال الدار ما كاينش محسن منه، ولكن مره تناخدو هكا يعني الكاطو ديال برا وصافي. بون شو البنات حاطين لي كاطو داير ليهم 1 أورو و99. دونك غادي ندخلو دابا نشوفو شنو كاين يا اختي. حاطين بزاف لي فخوي بان ليا داكشي زوين لداخل، ولكن انا باقا ما دخلت ما شتا شي حاجه. كيحطو دائما هاد لي الخبز ديال الطورتيه راه حلال البنات، هانتوما راه حلال فيه 6 فيه 6 أورو و99 داير ليه 1 أورو 99. القصريات اختي اللي بغات القصريه يا اختي راه شوف فاش كنت بارطاجيتها معكم شحال هادي بزاف البنات قالوا لي اسماء عجباتنا وبغيناها. ها هما اختي حاطينهم شو هادو راه ما فيهمش الغطايه ديالهم حيت هادوك اللي كنت هذيك اللي بارطاجيت معكم انا ما صدقتش خديتها البنات. كنت قلت لكم غناخذها صدقت ما خديتهاش وفيها كان فيها واحد الديفو داكشي علاش ما خديتهاش، فيها الغطايه وكانت غير وحده هي اللي بقات. دونك ها هما البنات عرفتوا زوينين 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 هادو فنين راه دايرين ليهم بون الثمن. انا ما عرفتش الثمن دابا ديالهم داي حاطينها غير هنايا البنات، هانتوما حاطينهم جوج هنا. هادي الثمن ديال الكسكسيه غديري ليها 25.99. هاد الكسكسيه غادي فيها 6 ايطر البنات 6 لتر، وهادي اينوكس هادي اينوكس الاخرات دايري ليها 25.99 دايري ليها 25.99 هادي البنات اينوكس شو. وهادي الكحله انا عندي هادي الصح والعمل يا البنات زوينه ما تحرك ما حتى شي حاجه، انا عندي ديال 10 ايطر ولا ما عرفتش ديال 12 ايطر، وهادي ديال 6 ايطر. كاين عاوتاني هاد الاباري هادي ديال الطاكوز ديال بانيني هادي البنات الثمن ديالها 34.99 ديري ليها 34.99. جايبين هادو زوينين البنات والله قسم كانوا حطوهم فواحد الوقيته في اكسيون وكانت ماما وصاتني عليهم قالت لي بنيتي بغيت وحده زوينين هادو البنات. وكنت صدقت خديتهم ليها والله ما عقلت خديت منها شي واحد المحل يمكن زوينين زوينين البنات هادو كديريهم هكا على حسب ما خديتش لها انا بصراحه ما خديتش لها بهادي خديت لها غير هادو مي هادي شوفوا كتحطي فيها هكا كنحطهم في اكسيون تما راه غير بجوج اورو شي حاجه وهنا يدير لهم 2.99. انا دائما حاطه عندي في الكوزينه كنحرك بها عرفتوا دابا مع هادشي ديال اينوكس وهذا يعني وداكشي ديال سيرتو داكشي ديال الكوام الكحلين وهذا باش ما يتشرطوش ليكم ديروا بهادو البنات حركوا بهادو زوينين. هادي راه كامله ديري ليها فيها هنا 3 وزائد هادي 2.99 حاطين حتى الطبيصلات ها هما اختي القصريات شو اخوات اللي بغات القصريات ها هما حاطينهم هنايا ولكن ما عرفتش لو بخي ديالهم غادي نمشي لاكاس وغادي نسول ونرجع معكم. مور البنات حاطين هاد الريشو هذا زوين هذا اللي بغاتو هاد الريشو هذا حاطينه 29.99 ها هو الاخوات اللي بغاتو
ديري ليه 29.99. هذا الزوين كينفعك في كل شيء، تكون عندك مناسبه، تكون عندك هكا عرس، تكون عندك كونتيتي كبيره تطيبي فيه الدجاج وداك الشيء، راه زوين. البنات هو حاطينه في اش ماركت. شو الاخوات هو كيفاش كيشعل بحال هكا، ديري ليه 29.99. وحاطين عاوتاني هاد لاباري هادي ديال اللي كت يعني ديال الفريت والحوت وداك الشيء، ديري ليها البنات 3.500، ديري ليها 52.99. هادي يعني كت بلا زيت بلا حتى شي حاجه، انا باقا ما خديتهاش ان شاء الله، حاطه عيني على وحده دايره شويه الثمن، ولكن بغيت ناخذ شي حاجه اللي زوينه حيت باش بقى ليا، وبغيت ناخذ ديال جوج البنات على حساب الوليدات. بون حاطين البنات الكوكوط 6 لتر والله الا الثمن ديالها فريمون رخيص، 6 لتر 25.99. ها هي اينوكس البنات، شفتوا ديال اينوكس 6 لتر 25.99. وهنا اللي بغات اختي شي براد وبغات الكيسان، راه كلشي كاين هنايا في اش ماركت. ها انت اختي الكيسان 5.99 فيهم 6، فيهم 6 ديال الكيسان 5.99. وهنايا البنات البراد كاين هذا ديال زوين، هذا هذاك ديري فيه يمكن شميعه هنايا لتحت وكيبقى لك داك الشيء سخون، 13.99 كيديروه بزاف تراكه. وكاين هذا اينوكس، هذا ديري ليه 10 أورو فيه 6 ايترو ديال 6 ايترو، هذا ديال 6 ايترو البنات هذا، وهذا 9 أورو ديال 4 ايترو، لا ديال 8 ايترو. وكيفاش هذا ديال 6 ايترو مغالطين، هذا ديال هذا هو ديال 6 ايترو ويمكن غالطين، هذا 14.99 دير ليه 14.99. شوفوا لي البنات هنايا حاطين البطيخ، ديري لي اورو 59 لي كيلو ديالاش ديال الاسبان، ديال الاسبان هذا. وكاينه اختي هنايا الكليمونتين، ديري ليه الكليمونتين البنات ديري 3.49 لو كيلو. غادي نقول لكم ديال المغرب بلاتي كليمونتين ديال البرتغال، انتم البنات ديال البرتغال شفتوا 3.49 لو كيلو. الهنديه اختي اللي بغات الهنديه، كانت واحد البنت شحال هذه كانت خلات ليا تعليق، قالت لي اختي اسماء الهنديه راني كنتوحم. ها هي اختي كاينه في اش ماركت الهنديه، اختي ها هي في اش ماركت، ديري ليها ديري ليها 2 أورو، ها هي ديري ليها 2.99 شو البنات، 2.99 لو كيلو. والله يا اختي دابا ما كرهت انا، شوفوا البنات وحق الله القسم سيرتو هذوك اللي كيتوحموا كنبغي ندير لهم هكا، يعني اي حاجه كتكون عندك واحد الاجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. والله الا فاش قالتها ليا فخلت لي واحد التعليق وقلت لها فينا بلاصه انت، ولكن ما رجعتش عليا الاخت هذه، كون كانت زعما قريبه ليا نديه ليها والله القسم، زعما سيرتو اللي كتوحم عرفتو اجر كبير 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 مني مني كتفرحي يعني، ولا كديري شي حاجه شي وحده يعني كتوحم عرفتي واحد الاجر. انا راه بعض المرات كنبقى وحق الله القسم ماشي كنقولها لكم زعما في الفيديو، كنبقى نسول اللي كتوحم تنقول لها ما بغيتي شي حاجه، ما تشهيتي شي حاجه نصايبها لك، وكنصايبها بكل فرح يعني واحد الفرحه وانا عاجبني الحال حيت كيبقى اجر كبير. والبنات هنايا راه عندهم اللحم حلال، كل شيء عندهم حلال، لي ستاك حلال، مرقاز حلال، كل شيء، حيت هو مكازا يعني مولاها عربي. انتوا الاخوات هنايا تيبان ليا الياغ ديري ليه لا بروموسيون لولو دو 5 ديري لي 1 أورو، أورو البنات شتو 1 أورو لولو دو 5، ولكن غادي يسالي لو 19 اوني اوجوردي، اوجوردي غادي يسالي لو 19. بون ماشي فيه كلشي يعني بيغيمي البنات، انا باش نقول لكم، انا نقول لكم الصراحه كاين شي حاجه اللي كتقرب تكمل لا دات ديالها، وي كيديروا ليها واحد كيديروا لها ان بخي يعني فهمتوا كينقصوا فيها. هنايا هادشي ديال بحال هكا لا شاركوتري داك لاداند وداك الشيء كامل كانوا كيديروا ليه لي بروموسيون، دابا ما بقاوش كيديروا بزاف لي بروموسيون، ولكن عندهم الاثمنه غيزونابل يعني هادشي الكاشير وهذا. ايوا اختي جينا للبطاطا والبصله، يا اختي على البطاطا والبصله انا غادي ندي دابا ساق حيت لقيتها دايره 6 اورو وهنايا دايره 3.99. دونك غادي ندي اختي واحد الساق ديال البطاطا، شو منها كنصور لكم ومنها يعني كنتقدا حتى انا التقديه ديالتي، وغادي نزيد مني نكمل معكم غادي نزيد ندور نتقدا. البصله 3 أورو هي 99 5 كيلو البنات، كتكون هنا في اش ماركت راه كيكونوا رخاص، شي كنت بارطاجيت معكم غير ب 2.99 على حسب، دابا راه دايره 6 اورو حتى 7 اورو في هذا عند لي ماكازا بلا ما نسمي 5 كيلو الاخوات 3.99، ولكن عندهم بطاطا زوينه. مول البنات البيض ديري ليه 4.99 فيها 30 بيضه، هذا 30 بيضه وهذا ديري ليه 20 بيضه ابيض، هذا البيض شتو ديري 20 بيضه 3.49 البنات، ديري ليه 3.49.
شوفوا البنات شنو لقيت. لقيت لا فارين لا مارك باريلا زوينه البنات، باريلا واعره هادي ديال طاليان. انا دائما صراحه كانت كتعجبني فيها لي بات، فيها بزاف هاد لا مارك باريلا 79 سنتيم البنات. هاد لا فارين هادي لو كيلو. وانا جيت على قبل الزيت يا اختي، ها هو الزيت البنات كاين والله الا عرفتو. جيت على قبل الزيت الاخوات، ديري ليه اورو شحال ديري ليه؟ اورو 99. هذا اورو 99 اختي، ناخذ هذا ديري لي غير اورو 59. بارك عليا اختي على هذا. مابقاش عندي البنات وجيت على، وبصراحه جيت نتقدى، ولكن بالضبط جيت على ناري غادي نهرس كاع دوك الكاطو كله غادي نهرسو. ها انتم البنات انا غادي ناخذ اربعه حيت الزيت مابقاش عندي. هذيك النهار مشيت خديته من ليدل دايرين ليه 2 اورو و59، دونك الزيت البنات خديته من هنايا اورو 59. ها هو اختي لو ليتر. اختكم اسماء دائما كتبغي تبارطاجي معكم شي حاجه اللي مزيانه اخوات هكا باش نتوما تعرفوا. تقد يا اختي الانسان يمشي على قد الجهد ديالو ويقلب، الانسان يقلب راه حيت كاين اللي ماكازاري فيهم رخاص، حيت كاين شي حاجه اللي كنتقداها من ليدل، كاين شي حاجه اللي كنتقداها من هنايا من الاش ماركت. وبصراحه لو كليغ ما بقيتش البنات كنتقدا منه بزاف صراحه، نقولها لكم بقيت كنتقدا منه بزاف. كارفور مره مره تا هو كنتقدا منه. هادو هما البلايص اللي كنتقداو، ولكن اغلبيه كنتقدا من هذا. باغي ناخذ الياوغت حيت ولادي بغاو بزاف الياوغت. شحال هادي ما خديت لهم الياوغت صراحه كناخذو، ولكن ما كياكلوش البنات كيتبيغي ما قول لي شكون هي اللي بحالي، كيبقى كيتبيغي ما وكيتلاح والله القاسم. ومني كان مني ما كناخذوش ليهم كيبقى يقول لك جيبيه لينا، ومني كناخذو ليهم تيبقى كما قلت لكم تا كيتبيغي ما كيتلاح. بون غادي ناخذ لهم دابا الياوغت، عندهم فريمون راه رخيص هنايا. انا ولادي كيبغيو هذا كيبغيو يديروا فيه البنان ويخلطوا مع البنان وياكلوا تيعجبهم هذا. وناخذ لهم هذا يمكن حتى هو هي بعد ما كناخذ لهم هذيك الكبيره كتكون مخلط فيها ولكن ما لقيتهاش عرفتوا، كيكون فيها هذا ديال الكراميل وكيكون فيها ديال الفاني وكيكون فيها ديال الشوكولا كتكون كبيره، ولكن دابا ما لقيتهاش. عندهم الياوغت ما غاليش البنات، شوف الياوغت عندهم فريمون ما غاليش. هذا حتى هو كيبغيوه زوين. غادي ندي جوج من هذا وغادي ندي واحد اختي من هذا. انا جيتكم البلاصه ديال القطنيات وغنوريكم من الجهه الاخرى ثاني لا سابلا سومول. وهذا بالنسبه للزنجلان راه تنقول لكم دائما الزنجلان عندهم السيزام البنات راه داير ليه 2 اورو 99، فيها 700 غرام يعني راه فريمون رخيص. انتم البنات اللي بغات تصايب السله وبغات تصايب الحلوه راه رخيص. الحمص عندهم هذا المقلي 2 اورو 49، فيه 500 غرام اخوات. لي كاجو داير ليهم 7 اورو 59، فيها 700 غرام. اللوز ايفيلي كاين عاوتاني الكوكاو، هذا اللوز ايفيلي البنات ديال لي 5 اورو و99، 700 غرام. القطنيات عرفتو دابا مع جاي البرد كنبغيو اختي القطنيات. اللوبيا الحمص اللوبيا ديري ليها البنات 2 اورو و29، 2 اورو 29. غادي خصكم اسماء دي وحده حيت عزيزه عليا اللوبيا كنحماق عليها. ايوا وانا دابا ديتكم معايا تقداو وراكم معايا، وهذا حتى تكملوا تشوفوا تاع الاثمنه اللي كاينين زعما هكا. بالنسبه للفول، الفول ديري لي اورو 99. اللي بغات اختي دير البصاره 1 اورو 99، وهذا اورو 79. العدس داير ليه 2 اورو 19، خديته هذيك النهار من هنايا هو. والحمص الزيتون ما بقاش عندهم بالعبار ولا هكا بلي بواط، الزيتون ديري ليه 2 اورو 29 البنات هكا بالباطا في الباطا كيجي مع الماء. لي زيبيس بالنسبه لي زيبيس راه عندهم لي زيبيس العطريه كامله اللي بغات العطريه كلها كاين. عاوتاني البزار حب البنات، هذه البزار حب داير لي اورو 49. ها هو البزار حب. ها هو المطحون بوافغ نواغ داير لي اورو 49. ها هو داير فيها 150 غرام يمكن. هذا هما الاثمنه لا هادو الاثمنه لتحت. شوف البنات اورو 49 كلشي هنايا اورو 49. عاوتاني هنايا هادو لي ساشي، هادو لي ساشي شوف الاخوات. راه بالنسبه لهنايا العطريه باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف، دونك هنايا البلبوله البنات البلبوله شي حاجه زوينه. الكسكس داري 2 اورو 49 لو كيلو، راه هنايا رخيص على بلايص خرس. نقول لكم دائما البنات اللي بغات البلبوله هي اختي كاينه هنايا في اش ماركت. جيت اختي كنقلب على الحريره ما لقيتهاش اختي، الحريره ما بقاتش اختي كيجيبوها هنا في اش ماركت. ولا نبدل ليها البلاصه غادي ندور نشوف. مطيشه الحك عيشه ها هي اختي، تحيه لعيشه.
ها هي اختي مرضيش هاد الحك عيشه ديري ليها اورو 69 ان اورو 60 نف هاد القرعه هادي. بالنسبه لمطيشه البنات الطوماط داير ليها 2 أورو 59 لو كيلو. لا سومول 5 كيلو 5 أورو 99 5 أورو 99. عندهم الخضره جديده 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 البنات. فوالا غادي نمشي نقلب على اللبينه واش غنلقاها ولا ما غنلقاهاش. بالنسبه للكاغور ديري لي 2 أورو 49 2 كيلو البنات. هاد الساشي فيها 2 كيلو 2 أورو 49. ايوا اختي جيت نقلب لك على اللبينه ما لقيتهاش لك اختي حتى غدا الجمعه مع الكسيكس وما لقيتهاش اختي اللبينه. لقيت هذا الريب ديري ليه 50% موان 50%. كاين هذا اللبن هذا هو اللي كاين. السمن البنات راه هنايا رخيص على بلايص اخرى. السمن هذا 100% نباتي زوين. هذا راه 1.99 بلايص اخرى كنلقى انايا حتى الجاي 3 أورو. فهمتوا كاينين هاد الزبده هادي ديري ليها 1 أورو. عندي وحده انايا شفتوا ديري ليها 1 أورو البنات. هاد الزبده هادي هما داير ليها 1 أورو هنايا. تيديروا بزاف ديال لي بروموسيون حدكم نتوما الدورو نتوما تتقلبوا وتتشوفوا. فهمتوا الاخوات هاد الحليب هذا شوفوا البنات ديري ليه 2 أورو 40 الاترو. ما عرفتش تيبان ليا لولو دو 12 ديال 12 ديري ليه 2 أورو 40 ما عرفتش ما يمكنش امبوسيبل قول لي امبوسيبل. اسمع شوف البنات ما عرفتش بون ديري ليه واش ديري ليه جو ثاني 2 أورو 40 لتر راه بزاف غالي. المهم البنات بغيت نبارطاجي معكم اختي الملوي هذا راه كنت خديته انا المره اللي فاتت وصدق ليا صراحه زوين زوين زوين. يعني خدامه ولا ما مسالياش ولا ما عندهاش الوقت ولا مريضه الله يحسن العوال. هذا راه زوين البنات فيه 5 وكتاخذي يعني كديري في الكونجيلاتور كتبقاي تجبدي بالوحده بالوحده راه غير عجينه البنات وكتعاودي لي انت طياب حلال شختي حلال. ديري لي 1 أورو 45 فيها 5 وكاين اختي هاد الورقه هادي اللي دائما تنقولها لكم البنات راه ورقه واعره زوينه ديال البسطيله ديري بها حتى المسمن تعمريه كتجي زوينه والبريوات وكلشي. بون ماشي البسطيله غير البريوات انا ننصحكم على البريوات. كاين عاوتاني هاد الخبيزات هادو زوينين ديال الشعير شحال البنات هادو 1 أورو 49 كاين هادو ديال السميد شحال اخواتي. فوالا نتمنى الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. متفرجوش على اختكم اسماء باللايك والبارطاج. خليت لكم راحة الله مع فيديو جديد والسلام عليكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف.